كده الحلو الحلو النهارده بلح الشام. مقاديرك يا شربيني على بلح الشام مقاديرك؟ عندي 400 مللي جرام ها؟ ميه 400 مللي جرام ميه يعني كام كوبايه كده؟ وعندي 200 مللي جرام ها؟ زيت زيت ادي الميه على النار وادي أيوه؟ الزيت ماشي بكوب كوب ادي زر ملح وزر سكر اربع بيضات اهم ايه عملت ايه؟ زر ملح زر سكر انت حطيت المايه كانت بتغلي بعدين حطيت أيوه؟ عليها الزيت ايوه بعدين حط معلقه ملح ومعلقه سكر بالظبط كده وادي الدقيق بتاعي الدقيق ال 500 جرام دقيق دول يعني كام كوبايه؟ ها يا جمال يعني ثلاث كوبايات ثلاث كوبايات؟ مج يعني ولا كوبايه عاديه؟ والله انا ما اعرفش بالبتاع بال ما تحطش عليك ما تعرف بال كده حاول نسويهم كده الاول كده طب انت ليه بتعملهم انت ليه بتسويهم الاول ليه ما تضربهمش مع بعض في ال لا لا هي لازم دي كده بص حضرتك اهي لازم الحله تبقى نظيفه كمان الحله تبقى نظيفه ايوه حاضر بصي طب انا مستنيه ايه بقى يعني احس بايه عشان اعرف ان انا ناجحه اللي هي ما فيهاش دقيق خالص وبقت كلها ايه بتلمع اهي شفت حضرتك الزيت مع الميه مع الدقيق ما فيهاش كلكعه خالص عملوا عجينه عن اذنك اتفضل بعد كده عندي عجنه اوكي شوف عملت زرق ايه ايوه دي تبقى كده نضيفه ماشي ماشي بعدين نقفل كده اوكي ندي الوشنا للناس ماشي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ثانيه واحده وانت بتعمل ناخد مدام عفاف مدام عفاف ازاي مدام عفاف الو اهلا اهلا ازيك يا مدام مفيد ازيك يا عفاف عامله ايه حضرتك؟ احنا منوره انت اللي منوره والله منوره حضرتك ربنا يخليك يا عفاف ربنا يخليك ايه الجمال ده وايه البلوزات الجميله دي؟ الله يخليك عايزه تكلمي الشيف؟ شيف شربيني عفاف بس انا وانت طيب يا ست عفاف منور تسلم ايدك تسلم ايدك يا شيف تسلم ايدك على اللي بتعمله حضرتك ربنا يكرمك بخاطرك يا ست الكل ربنا يديك الصحه يا حبيبتي احنا كام بيضة عندنا؟ 8 بيضات 8 بيضات بس نكسرها واحدة واحدة واحد ليه بقى؟ عشان لو واحدة طلعت فاسدة نرميها وفي نفس الوقت نديها فرصة ان هي تدوب مع بعضيها هنا يعني انا بلح الشام بتعمل مية وتغلي واقوم حاطة عليها الزيت وبعدين حاطة معلقة سكر وبعدين معلقة ملح وبعدين حاطة الدقيق ناخد غلوة كده اطمن ان الدقيق خلاص ما بقاش فيه دقيق يعني بتاع واقوم واخداها على اضربها في الخلاط او في بتاعه الاكياس ماشي لغايه ما العجينه يبقى شكلها عامل ازاي يعني كلها تتماسك مع بعض تلف كلها مع بعضيها وتعجن كلها مع بعض وما تبقاش ايه تلف كلها مع وبعدين اقوم مركبه لها الفكره احنا ده الكفته وطبق الرز بتاعها معاها اهو ده اول اكل شفت بقى ماشي ازاي يلا بينا خلاص انت احنا كده عرفنا العجينه انت هنسوي ولا مش هنسوي؟ هنحط في الفرن يعني وممكن ناخد قدامنا قد ايه؟ قدامنا شويه طيب عندنا وقت خلاص هنستنى عندنا شويه ولا ما شوياش؟ اوه حلو ده مدام سميه اتفضل مدام أيوة. سميه ازيك يا مدام سميه عبد الحافظ سعيد هواك تمام ازيك يا مصيبه عامله ايه ازيك يا حاجه انت من اسيوط يا حاجه من اسيوط بيروت حضرتك اخبارك أنا ايه وسهلا انت كويسه الحمد لله طب انت عامله انا كويسه كل سنه وانت طيبه وانت طيبه وجاوبتي على السؤال امبارح فاكره فين يا ابن الزين جاوبت على السؤال امبارح ان شاء الله والسؤال كان صح وكسبتي عمره يا حاجه حاجة سمية ألف مبروك أنت طالعة معانا العمرة السنة دي وكسبتي معانا عمرتك يا حبيبتي ما تنسيناش أبدا الله يبارك فيك الله يخليك يا مفيدة الله يبارك فيك الله يخليك يا حاجة سمية ربنا شكرا ليك ربنا يخليك كده بص العجينة عملت ازاي بقت 100 طيب السؤال بتاع الحاجه سميه انا حابه دايما افكركم بالاسئله اسئله حلوه ومعلومات حلوه اين ماتت ام الرسول صلى الله عليه وسلم في الابواء مزبوط. ماتت في الابواء الابواء طيب انت كده كده عندنا عملت العجينه حبه زيت ماشي معانا وقت 5 minutes كل اللي انا عايزه
في الزيت. انت انا قابل لي ايدي كده. اوكي. بس لازم الزيت يسخن شوية. لسه الزيت ما سخنش. لا لسه. استنى شوية. معلش. احنا كده كده جاهزين. احنا كده مجهزين. احنا مجرد ان هو نحمره خلاص احنا. انا فهمت العجينة عاملة ازاي. الفراخ بتاعتي. والعجينة اتجنن. شفت الجمال? والله. يا ستي. ما طلع اديها شوية لسه. عايزة شوية تانية فوق. لا ما تقلقش. فوق اديها فوق شوية. لسه عندنا وقت. شوية ماشي. لسه عندنا وقت. عندنا وقت يبقى كويس. ربنا يطمنك. طمنتيني. يعني عندنا دقيقتين. ده الوقت؟ ده كتير قوي عليك يا شربين. عندك وقت دقيقتين انت بتعمل اكتر من كده في اقل من كده. انا لما اقول لك دقيقتين هتلاقي ابن سيرفيس يا حبيبي. مش ده من زي اللي اتخض ليه؟ طول عمره عنده دقيقتين على فكره. حسب الله ونعم الوكيل. اسكت بقى اليومين دول نازلين موضه. هات يا ابني طبق للغرف. هقول لك على فكره انا ممكن اعمل حلو الشام ده على فكره كسر. كسرنا واحده لا كسر كسر اكتر من كده. اتنرفز انت وكسر. هات اللي في ايدك. هات اللي في ايدك. مش ممكن كسر كل حاجه في المطبخ. بقول لك ايه يا شيف. نعم يا فندم. دلوقتي بلح الشام. نعم الموضه بتاعته اليومين دول. موضه بلح الشام. يتاكل بقى مع ايه؟ شوكولاته السايحه. عاملين طبق. لا تفتحيه وتحشيه كريمه بقى. افتحيه وحشيه كريمه. لا كده تبقى جريمه قتل. جريمة قتل. لا جريمة قتل. انت لو احنا عملنا اللي انت بتقوله ان انا فتحته وحسيت حشيته كريمة وكمان جبت جنبه شوكولاتة سايحة هنموت الضيوف رسمي. هيموتوا رسمي. تسلم ايديك. امال انت بقى انت جايب. انا ناقص لي نسيت اسالك على دبس الرمان. انت دبس الرمان اتقال علي. اتقال علي. اتقال عليك اهو. لغاية دلوقتي دبس الرمان ما استعملناهوش. ما هستعمله دلوقتي. ريحته حلوة قوي على فكرة. وفكرة حلوة قوي. وسهلة جدا كل ست بنت تقدر تعملها وهي مغمضة عينيها. اصل انا عارفة ان ال 10 ايام اللي جايين دول غصب عننا. يا شيف احنا زهقنا بنقف في المطبخ كتير جدا. شوف انا بقى لي 20 يوم واقف في المطبخ. تعبت. يا حبيبي. ارهق. ما بالك بقى الستات بقى وعيلة وبيعملوا اكل العيلة. ده اكل فنادق ده يا معلم. مش فنادق قوي. والله لا ده اكل فنادق. شيف شربيني. نعم. انت متميز. انت ست الكل. والله اكتر حاجه كمان بتعجبني ان انت بتهتم رغم ان احنا ممكن نفست يعني نبقى مش قادرين لكن انت بتهتم بالبرزنتيشن. لا ده الاكل بتاعنا. بصوا البرزنتيشن يا اخوانا. بصوا البرزنتيشن بذمتكم دي فتت رز. بصوا البطاطسايه محطوطه ازاي والفلفل. عملنا لكم النهارده حبه فتت رز. يا كفته رز. كفته رز. فتت رز ايه ده انا جعت. معلش انا باجي في المكان ده وقدام الاكل بيحصل عندي لبس. لكن كفته الرز دي غير طبيعيه. خزعبليه الف هنا وشفا يا رب اللي هياكلها النهارده.